صباح الخير مشاهدينا فكرة جديدة من أوروسكوب مخبيت لنا القصص والحظ الجديد خلينا نكتشف سوا بالأبراج الـ 12 شو مخبي لنا لليوم والبداية مع برج الحمل مهنيا ما تحاول تغير نظام العمل اليوم التزم بالخطط وما تجرب شيء جديد اما عاطفيا الاجواء رومانسيه وبتساعدك تعيش اوقات حلوه مع الشريك صحيا انتبه على صحتك وخصوصا من تغيير الطقس الثور عمليا بتبرهن عن قدرات كبيره بالعمل بتخلي اللي حولك يطلبوا نصايح منك اما عاطفيا القلب مشغول بلقاء قريب ممكن يبشر ببدايه جديده صحيا انتبه على وزنك وحاول تقوم برياضه المشي اكثر الجوزاء عمليا انت بحاجه لتتبع طرق جديده لنجاح العمل الجديد اما عاطفيا تسعى للتقرب من الشريك وتمضيه الوقت معه اكثر لانك لك فتره هامله صحيا رح تسمع خبر بخليك تفكر بصحتك كل نهار حاول انك تزور الطبيب باسرع وقت السرطان عمليا الامور ماشية بطريقة عادية ومثل ما لازم اما عاطفيا ما تسأل حالك كتير اسئلة حول الشريك حاول انك تصارحه وتسأله ياهن تتريح حالك وتريحه اما صحيا بتتحسن صحتك بعد فترة من الاوجاع والامراض الاسد عمليا انت ما بتتهدى اليوم ومين ما عنده مشكله رح تجرب انك تحلله له اياها يعني رح تكون اليوم فاعل خير للجميع اما عاطفيا بترجع الامور بتتحسن بس اعترف للشريك بحبك له بكل صراحه وبلا اي خوف صحيا الطقس ممكن ياثر سلبا على صحتك انتبه منيح وتدفى قد ما فيك تما تمرض العذراء، عمليا ممكن تواجه شوية مشاكل انما بتلاقي المساعدة اللازمة تتحلى من زملائك اللي هن دايما داعمينك بشغلك، أما عاطفيا حب جديد ممكن يظهر بحياتك، جرب انك افتح الباب واعطيه فرصة لأنه القصص اللي راحت راحت والقصص الجاية راح تكون دايما أحلى، صحيا الرياضة كتير مهمة كرس لوقت كافي من نهارك. الميزان عمليا التعب بلش يأثر سلبا على ادائك بشغلك حاول انك تاخد فرصة من العمل تما تأثر على مشاريع فترة عم تشتغل عليها ويكون لها نهاية الفشل عاطفيا علاقتك مع الشريك مستقرة كفي بنفس الطريقة وضلك مريحه صحيا قلة النوم عم بتضر صحتك خصص وقت كافي للنوم أكثر خلال نهارك العقرب عمليا بلشت تبين الفرص قدامك للتقدم استفيد منها واستغل كل فرصه بتحصل عليها اما عاطفيا الشريك بفاجئك اليوم بتصرفاته الغريبه جرب انك صارحه وما يعني تبلش تشك فيه طما تنتهي العلاقه بطريقه مفاجئه صحيا صار الوقت انك تنتبه على وزنك وصحه قلبك القوس عمليا حيويتك اليوم بتتهدى انت بالشغل قائد وبتعرف التحديد لشو بدك توصل ورح توصل لانك انسان ذكي ورح تستعمل ذكائك تتنجح تتنجح كل المشاريع اللي انت مستلمها اما عاطفيا بتعيش فتره جميله مع حبيب جديد ومختلف قصه جديده وبدايه جديده صحيا استفيد من طاقتك لتقوم بتمارين رياضيه اكثر خلال نهارك الجدي عمليا الوقت عم يلعب ضدك حاول انك تسعى لهدف واحد وحط برنامج تخلص بوقته كرمال ما تفشل اما عاطفيا الحنين بياخدك على الماضي وبيمنعك انك تعيش الحاضر مع الشريك الحالي صحيا ابتعد عن الاجواء الصاخبه والضجه الدلو عمليا حبك للسيطره بكلفك مركز عالي كنت عم تسعى له من زمان اما عاطفيا بلك مشغول بتحضيرات مشاريع مع حبيبك صحيا مع انه صحتك منيحه بس ما تقسى على حالك تما تتراجع لورا برج الحوت عمليا افكار جديده وخلاقه بتخليك تحلق اليوم بالعمل وتتميز عن كل زملائك، اما عاطفيا انتبه من بعض الاشخاص حولك اللي عم بيجربوا يفوتوا بينك وبين شريكك ومعقول تادي هذا الشيء لمشاكل كتير كبيره، صحيا لو مهما كان الظرف الصحي صعب ما في مشكله وما لها حل، ما تخاف وجرب انك تراجع طبيبك باسرع وقت. مولود اليوم بدي لك إن ينعاد عليك وعقبال المية انت انسان مهضوم وقريب للقلب بتحاول انك تستعمل هضامتك وزكك تتحصل على اللي بدك اياه شوي محتال بس قلبك طيب اذا حدا اذاك ما بتنسى وبتنطر الوقت المناسب تترد له الصاغ صغن معلومة اليوم عن برج العقرب والحمل هو البرجين معروف عنهم أنهم عاندين وهذا اللي بيجمعون والغيرة بتمتلكهم علاقتهم صعبة أنها تستمر لأنه الغيرة كتير كبيرة بيناتهم وهيك بتكون خلصت فقرة الأبراج لليوم أنا تكون بكره بفكرة جديدة